هذا الشكل النهائي للملوخية. شوفوا ما شاء الله قوام الملوخية ما شاء الله. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي اليوم ملوخية بالدجاج. عندي هنا ملوخية وعندي الدجاج، غسلته ماء وملح وخل، وعندي ملعقة كبيرة كزبرة، وعندي ملح، وعندي هيل حب، وعود درسين. يلا نقول بسم الله. طبعا الثوم احضره، يعني اول ما يستوي الدجاج احضر الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء احط الدجاج. بسم الله. طبعا هسوي على ما على ما اسلق الدجاج عندي، هسوي الرز، هسوي رز مصري بالشعرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الملح. بسم الله. واحط عود الدرسين مع الهيل، وخلي الحين اذا استوى الدجاج اوريكم بعد الخطوه اللي بعدها. شوفوا استوى عندي الدجاج وظبطت الملحه. احنا طلع الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هحطه في الفرن. انا شغلت الفرن وسويت الرز مصري بالشعريه، خلاص الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنشيل حبة الهيل، هشيلها وهشيل عود الدرسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هني بستخدم شوية. شوف هذا الهيل شلونه، وهذا العود الدرسين خلاص. شوفوا من المرق ما شاء الله تبارك الرحمن. هذي بس حبة واحدة خليني اشيلها. شوفوا هنا عندي ملعقة صلصة، احط عليها شوي مرق، شوي بس حاجة بسيطة، واحط شوي زيت. شوفوا الحين ننزل، طبعا حضرت الثوم، هنزل الملوخية وهحط هزيد شوي موية، لأن نحط هسوي احنا نص ملوخية، لو شفت المرق يحتاج هزيد شوي. بسم الله. هنزيد حاجة بسيطة. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحين هذا الحين الدجاج وادخله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عشان ما بطول عليكم الفيديوهات. شوفوا الحين الدجاج خلاص هدخله الفرن الحين، وعندي هنا الملوخية شوفوا ذابت خلاص لأن حطيتها لها ثلجة. الحين أحسب لها 12 دقيقة، تعرفون الملوخية ما تطول. بسم الله. شوف خلاص خلصت عندي الملوخية خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اسوي طشة الملوخية. بسم الله. احط ملعقة سمنة. خليها بس تذوب السمنة. شوف ذابت عندي السمنة، الحين ننزل الثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا راس كامل الثوم.
هيحترق عندكم تمام، لأن لو احترق عندكم طعم مو زين. شوفوا بدا ياخذ لون، حط الكزبرة، نزل الكزبرة بسم الله الرحمن الرحيم.